الممثل المغربي ولا الفنان المغربي بحاله بحال جميع شرائح المجتمع المغربي كنعانيو بواحد الشكل كبير. غير الفرق اللي كاين هو اننا حنا كنعانيو في صمت، لان ما كاينش اللي كيرد لينا البال، ما كاينش اللي مهتم بينا، على اعتبار ان جميع المجالات ديال العمل ديالنا تسدات، المسارح مسدوده، القاعات السينمائيه مسدوده، ما عرفتش علاش، بزاف ديال الحوايج تحلوا، مناحي الحياه خدامه، الا المجال الفني هو اللي مسدود. شنو السبب؟ الله اعلم. كنتمنى انهم يشوفوا بعين الاعتبار في حال الفنان المغربي، ماشي كنسعاو ماشي كنستجديو، ولكن كنقولوا لهم حلوا لينا الاماكن ديال الاشتغال ديالنا فين ممكن اننا نشتغلوا، حلوا لنا القاعات المسرح، حلوا لنا قاعات السينما، خليونا نمارسوا المهام ديالنا بالشرف وبكبرياء. لا ضروري، اي ضربه ما قتلتكش كتقويك، ضروري غادي يكون اقوى من كيف ما كان. ودائما خصنا نكونوا متفائلين، والتفاؤل هو سمة الفنان وسمة الحياة بصفة عامة.